أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. من يدعى له العلم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: البعض مدعي للعلم وليس عالما حقيقيا، والبعض عالم ولكنه غير متدين، والبعض عالم متدين مقدس. ابن أبي ليلى ليس عالما، علي بن أبي حمزة البطائني عالم ولكنه فاسق، محمد بن أبي عمير عالم قديس. البعض يحاول أن يخلط هذه الأقسام الثلاثة بحجج مختلفة، الحجج جميلة في مظهرها بحجة الابتعاد عن الفتنة، بحجة الوحدة، بحجة كذا وكذا، أنه يلزم أن نحترم كل هؤلاء، ما دام الشخص له أتباع فإذن يلزم أن نحترمه ولو كان مدعيا للعلم ادعاء كاذبا، ولو كان عالما فاسقا. هذا التصرف بالإضافة إلى أنه ظلم كبير جدا للعلماء الأتقياء، بالإضافة إلى ذلك هذا التصور وهذا التصرف
له آثار سلبية كبيرة عمليا. تريد أن تعرف المشاكل التي تكون وراء هكذا تصرف تصور وهكذا تصرف؟ نفس المعادلة اجعلها في أي علم آخر، انظر ماذا يحدث في العلوم الثانية. اجعل هذه المعادلة في الطب، اجعل هذه المعادلة في علوم الفضاء. إذا خلطنا بين الجاهل المدعي للعلم وبين العالم الفاسق وبين العالم المؤمن، كم المشكلة تكون كبيرة؟ كم يحدث خلط في تلك العلوم؟ فكيف إذا جعلنا ذلك في الدين؟ هناك قاعدة من مسلمات الفقه، هذه القاعدة وردت في أحاديث شريفة صحيحة بل مستفيضة، بل ادعى جمع من أساطين الفقه أن هذا المعنى متواتر تواترا معنويا، الدرجة الثانية من التواتر. هذه القاعدة هي قاعدة التسامح في أدلة السنن. ما هي هذه القاعدة؟ قاعدة التسامح في أدلة السنن يعني ماذا؟ لاحظوا، نحن لإثبات أصول العقائد نحتاج إلى أدلة عقلية قوية رصينة وإلى نصوص شريفة قوية واضحة حتى يثبت أصل من أصول العقيدة. لا نكتفي بأي شيء في مجال العقيدة، أي في مجال أصول العقائد. أدلتنا في هذا المجال لا تحركها العواصف، أدلة قوية راسخة جدا، لا يمكن أن تناقش لقوتها. في مجال إثبات الأحكام الإلزامية يعني الواجب والحرام مثلا وما يتبع الواجب والحرام من الأحكام الوضعية أو هي التابعة أو الاستقلال، أيا قلنا، الأحكام الإلزامية كالواجب والحرام لا تثبت إلا بأدلة قوية بنصوص معتبرة، سواء كان الاعتبار اعتبارا مخبريا أو خبريا على تفصيل لا علينا الآن به. يلزم أن يكون الدليل الذي نستند إليه لإثبات شيء واجب مثلا، يلزم أن يكون الدليل دليلا معتبرا، لا نكتفي بدليل ليس له أي اعتبار خبريا ومخبريا، لا نكتفي لإثبات الواجب لإثبات الحرام. أما في غير هذين، في غير أصول العقائد وغير الأحكام الإلزامية، هناك مجالات أربع. في هذه المجالات لا نحتاج إلى حديث معتبر خبريا أو مخبريا. في هذه المجالات الأربع إذا جاءنا حديث يروى عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام في مصادرنا نكتفي به، حتى لو لم يكن حديثا معتبرا لا سندا ولا معتبرا من طرق الاعتبار الأخرى.
نكتفي به في هذه المجالات الأربعة. ما هي هذه المجالات الأربعة؟ في المستحبات والمكروهات نكتفي بأي حديث، حتى لو كان ضعيفا، بأي حديث يروى عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في مصادرنا. في مجال التاريخ والقصص، الأحداث التي حدثت، نكتفي بأي خبر يروى عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في مصادرنا حتى لو كان السند ضعيفا. في مجال المواعظ والأخلاقيات، حديث يروى عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام في مصادرنا يذكر شيئا من الأخلاقيات، نكتفي به. في مجال فضائل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أما المستحبات والمكروهات، حديث يروى عن أحد المعصومين عليهم الصلاة والسلام يذكر لنا ثوابا معينا لعمل معين، الذي يصلي الصلوات الفلانية في الليلة الفلانية له ثواب كذا، الذي يصوم في اليوم الكذائي له ثواب كذا، الذي يقرأ القرآن يقرأ السورة الفلانية له ثواب كذا. بإجماع فقهاء الشيعة منذ زمن المعصومين عليهم الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا، هذا الحديث يؤخذ به. يعني إذا أنت عملت بهذا الحديث الشريف الذي روي عن أهل البيت في مصادرنا، وصليت تلك الصلاة، وصمت ذلك الصيام، وقرأت تلك السورة مثلا، رجاء ذلك الثواب، الله عز وجل يثيبك ذلك الثواب، تفضل من الله عز وجل. هذا المعنى ورد في الروايات الشريفة الصحيحة، بل قلت المستفيضة، بل بعض الفقهاء، بعض كبار الفقهاء احتمل أن يكون ذلك متواترا معنا. الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه له كتاب في هذه القاعدة، كتاب خاص بهذه القاعدة، قاعدة التسامح في أدلة السنن، هناك يذكر أن هذا المعنى ليس فقط ورد في روايات صحيحة ومستفيضة، بل هذا المعنى لعله يكون متواترا معنا. التواتر الإجمالي يبدو أنه ثابت، التواتر المعنوي يتحدث عنه. هذا المعنى ورد في الروايات الشريفة وعليه إجماع فقهائنا، كل الفقهاء يقولون ذلك. بالنسبة إلى التاريخ، قضية تنقل عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام قضية تاريخية، قصة معينة، حدث معين، يكتفى به، لا نبحث بحثا سنديا في هذا المجال. البحث السندي هنا خطأ. في المواعظ والأخلاقيات، الروايات الشريفة التي وردت في المواعظ، يوجد هناك عالم يبحث عن هذه الروايات بحثا سنديا؟ أبدا، ليس صحيحا البحث السندي في هذا المجال. الرواية الفلانية التي تذكر القضية الأخلاقية الكذائية، هذه الرواية ضعيفة السند، لا يؤخذ بها، هذا الكلام خاطئ، الفقهاء لا يقبلون هذا الكلام. رواية ضعيفة فلتكن ضعيفة. أما بالنسبة إلى فضائل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أسس فضائل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا نحتاج فيها إلى روايات ضعيفة، عندنا روايات صحيحة مستفيضة متواترة، لا أقول تواترا إجماليا أو تواترا معنويا، تواترا لفظيا، باللفظ متواتر. أسس فضائل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وردت بالتواتر حتى عن طريق غيرنا، ليس فقط في مصادرنا، حتى في مصادر غير الشيعة. من كنت مولاه فهذا علي مولاه، علي إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، علي مع الحق والحق مع علي،
إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها، فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. هذه المعاني أسس فضائل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وردت بأسانيد كثيرة متواترة. أما الفضائل لنسميها الثانوية بالنسبة إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لا نحتاج فيها إلى رواية صحيحة، ليكون حديث ضعيف السند يؤخذ به. لماذا؟ المعادلة جدا واضحة، لأنه ورد في روايات كثيرة وصحيحة بل متواترة. العلامة المجلسي بحار هذا البحر يقول متواترة، ورد في روايات متواترة أن فضائل أهل البيت بدرجة لو قلت فيهم أي شيء فإنك لا تبلغ مداهم. الله صل على محمد. ولن تبلغوا، لن لنفي الأبد، مهما قلت في فضائل أهل البيت لن تبلغ. طفل يريد أن يمدح عالما كبيرا في علمه، مهما قال فهو قليل، استيعابه قليل. بناء على ذلك فأنت أي شيء تقول في فضائلهم قليل، لا شيء. في هذا المجال نحتاج إلى أسانيد صحيحة حتى نثبت حديثا أو فضلا من فضائلهم، فضائلهم أكثر من أن تحصى بالأدلة المتواترة. ولكن في هذه المجالات التي البحث السندي فيها غلط خطأ أحيانا خلاف إجماع فقهاء الشيعة، يأتي البعض يشكك. الحديث الفلاني، القضية الفلانية وردت في رواية ضعيفة، لا، بعضهم يكتب كتبا، أنا رأيت، أنا قرأت بعض الكتب، كتاب مجلدين، الرواية الفلانية ضعيفة، الرواية الفلانية ضعيفة، الفضل الفلاني من فضائل أهل البيت ضعيف، القضية الفلانية المرتبطة بأهل البيت ضعيفة، التاريخ الفلاني، القضية الفلانية، المستحب الفلاني. لماذا أقول الخلط بين الأقسام الثلاثة خطير؟ عندما تخلط المدعي للعلم مع العالم المتقي تجعلهما في صف واحد، معناه أن الأمر يصل إلى هذا المستوى. عندما تريد أن تأخذ من ابن أبي ليلى وتأخذ من ابن أبي عمير على نحو سواء، ابن أبي ليلى له أتباع، ابن أبي عمير أيضا فقيه كبير كان، هذا عالم محترم، ذاك عالم محترم، الأمور تصل إلى هذه المستويات. أذكر لكم نماذج سريعة. أصلا ليس شاهدي في هذه النماذج، مجرد نماذج نريد أن نصل إلى نتيجة. التاسع من ربيع الأول، يوم هلاك قاتل الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. اللهم صل. هذا اليوم يوم ورد فيه حديث، قل البعض هكذا يقول، يقول هذا الحديث ورد بأن هذا اليوم يوم هلاك هذا الطاغوت، وردت مستحبات في هذا اليوم، هناك مستحبات خاصة بهذا اليوم. البعض يقول لا، الحديث حديث واحد فقط يذكر هذا الشيء، وهو حديث ضعيف السند لا يؤخذ به. خذوا كتب الفقهاء، الرسائل العملية للفقهاء منذ الشيخ المفيد وقبل الشيخ المفيد الصدوق وقبل الشيخ الصدوق أبي الصدوق ابن بابويه من أصحاب الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا، انظروا الفقهاء يفتون طبقا لهذا الحديث الشريف أم لا. نموذج آخر،
لماذا أذكر هذه النماذج؟ لأن هذه النماذج أثيرت القضية، وإلا النماذج كثيرة. قلت البعض كتب كتبا. النموذج الآخر، قضية الصديقة الكبرى، الصديقة الصغرى سلام الله عليها، زينب الكبرى عليه السلام، عندما رأت ذلك المنظر المفجع في الكوفة ضربت رأسها وجبينها بمقدم المحمل فجرت الدماء من رأسها الشريف. البعض يأتي يقول لا، هذه القضية نقلت عن فلان وهذا إنسان ضعيف. رواية واحدة ورواية ضعيفة. لا، القضية تجاوزت هذه الحدود، القضية وصلت إلى الزيارات، زيارة عاشوراء ضعيفة، زيارة الناحية المقدسة ضعيفة، الزيارة الجامعة الكبيرة ضعيفة، دعاء الندبة ضعيف، وأمثال هذه الأمور. يعني تجاوز للحدود أصلا. كلمة مختصرة أقول عن هذه النماذج. أما بالنسبة إلى التاسع من ربيع الأول، الحديث ليس حديثا واحدا، مجموعة أحاديث. يا ليت هؤلاء بعضهم على الأقل كان يبحث أن القضية ليست مذكورة في حديث واحد، أحاديث. أنا لا أقول أحاديث، كبار المحدثين منا قالوا أحاديث. ثم هذا الحديث حديث معتبر، طرق الاعتبار ليس هو السند فقط، السند طريق من طرق الاعتبار في الروايات الشريفة. أنا لا أقول ذلك، مشهور فقهائنا يقولون ذلك، أكثر فقهائنا يقولون طرق اعتبار الرواية الشريفة ليست منحصرة في السند، أحاديث ضعيفة السند معتبرة. ممكن هذا عليه بناء عقلاء العالم، ناهيك عن الأدلة الشرعية التي يذكرونها. الحديث هذا حديث معتبر، معتبر مخبريا وخبريا، يعني سندا واعتبارات ثانية. الحديث حديث واحد؟ لا، أكثر. ضعيف؟ لا، حديث معتبر. ثم هذا الشيء اتركه جانبا، القضية أن هذا الحديث ذكر شيئا واجبا في التاسع من ربيع الأول أم شيئا أم أشياء مستحبة، مستحبات. الشيء الفلاني ثوابه الشيء الكذا، ثوابه الشيء الكذائي. خلاص، قاعدة التسامح في أدلة السنة في هذا الجانب إجماعية، إجماعية أقول، ناهيك عن الروايات التي تصرح بأنه إذا بلغ شخص شيئا من الثواب عمل بذلك الثواب، الله عز وجل يعطيه ذلك الثواب. الرواية هذه ذكرت مستحبات أم واجبات؟ مستحبات. التشكيك في روايات المستحبات خطأ أم صحيح؟ اسألوا أي فقيه في أي زمن من عصور ما من زمن المعصومين، لا أقول بعد المعصومين، من زمن المعصومين إلى يومنا هذا. قضية السيدة زينب سلام الله عليها، هذا الحديث حديث ضعيف. هذا الحديث ماذا ذكر؟ ذكر شيئا واجبا؟ ذكر شيئا مرتبطا بالعقيدة؟ لا. ناهيك عن أن هذا الحديث أيضا أحد كبار فقهائنا أدام الله ظله الشريف ذكر أن هذا الحديث بالذات حديث معتبر، اجتمعت فيه خمسة قرائن، بعضها ليست قرائن، أدلة لإثبات اعتبار هذه الرواية الشريفة، أن السيدة سلام الله عليها صنعت هذا الصنيع عندما رأت ذلك المنظر المفجع. لنفرض ليس معتبرا، لنفرض حديث واحد وغير معتبر، هذا الحديث يبحث سندا فيه؟ الفقهاء يبحثون أسانيد هذه الأحاديث؟ أصلا رأيتم أحدا يبحث أسانيد التاريخ؟ جعلي في قضية تاريخية من القضايا التاريخية الكثيرة بسند صحيح، نادرا ما تحصل.
هذه القضايا التاريخية التي تذكرونها أنتم، القضية الفلانية، الملك الفلاني صنع شيء كذائي، هذه وردت في روايات معتبرة، ثقة عن ثقة عن ثقة، هذه طريقة العقلاء؟ لا، القضايا التاريخية تقبل إلا إذا دل دليل على بطلان قضية، أما القضية تأتي وتبحث سنده، هذه كتب التاريخ فيها أسانيد؟ تاريخ الكويت فيها أسانيد؟ ثقة عن ثقة عن ثقة نقل القضية الفلانية في الملك الفلاني؟ لا، كل التاريخ هكذا. في التاريخ عقلاء العالم لا يبحثون عن أسانيد، نعم شيء هناك أدلة على بطلانه يرفضونه، هذا شيء واضح، أما تبحث عن سند؟ لا طريقة عقلائية لا طريقة شرعية. أنا لا أقول هذه الطريقة ليست شرعية، فقهائنا كبار وفقهائنا قالوا ذلك، ابن فهد الحلي الشهيد الأول في الذكرى، راجعوا هذه الكتب الذي عنده، ذكر أن هذا عليه اتفاق، بعضهم ادعى الإجماع، إجماع علمائنا. أما إذا أتيت إلى الزيارات فالفاجعة فاجعة، زيارة عاشوراء ضعيفة، من أصح الزيارات سندا ناهيك عن جوانب أخرى لاعتبار زيارة عاشوراء، الزيارة الجامعة الكبيرة ضعيفة. لاحظوا الأمر أين يصل، عندما أخلط بين عالم حقيقي وبين هؤلاء. زيارة الجامعة هذه الزيارة في هذا المستوى الراقي الراقي من المعلومات، هذه الزيارة تصبح ضعيفة. فليكن الدعاء الفلاني فليكن ضعيفا. كتب الأدعية كتبت لمن؟ كتبت للفقهاء أو كتبت لعامة المؤمنين؟ كتب الأدعية مستحبات، الزيارة الفلانية، الدعاء الفلاني، رأيتم أو سمعتم حتى فقيه من فقهاء تاريخ الشيعة يقول هذه الكتب كتب الأدعية لا يمكن الالتزام بها؟ هذه الكتب أنت بحثت سندها؟ لا، حتى المؤلف ما بحث سندها، حتى العالم الكبير العلامة الكبير الذي كتب هذا الكتاب، كتاب دعاء، كتاب زيارات، ما بحث سندها. غلط، أصلا خطأ، البحث السندي في هذه المجالات خطأ. ابن طاووس الذي كتب كتابه في الدعاء والزيارات بحثه سندا؟ خطأ أصلا. قلت في تاريخ الشيعة سمعتم أن عالما واحدا قال كتب الأدعية لا يمكن قراءتها إلا الأدعية التي وردت بأسانيد صحيحة، سمعتم أصلا هذا الشيء من فقيه على مر تاريخ الشيعة؟ لا، هذه الكتب يكتبونها هم الفقهاء، يكتبونها يعطونها للناس. المجلسي كتب كتاب، علماء بكثرة، شيخ الطوسي عنده كتاب للدعاء الزيارات، فقهاء كبار يكتبون الكتاب ويعطونها للناس، يعطونه للناس. نعم، يلزم أن يكون الحديث واردا عن المعصومين في مصادرنا، كافي خلاص، فكيف بهذه الزيارات العظيمة؟ العجيب أين؟ العجيب أن كل هذه التشكيكات فيما يرتبط بأهل البيت، حقا هذا شيء غريب، يعني نفس الإشكال الذي يريدونه على زيارة عاشوراء، نفس هذا الإشكال وارد على كثير من الأشياء. أبدا، صم بكم عمي ولا كلمة. يأتي إلى قضية السيدة زينب مرتبطة بعاشوراء، يأتي إلى قضية مصيبة الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، طبعا مصيبة الصديقة الكبرى شيء صعب عند الذين عندهم علاقات وطيدة مع الآخرين. يأتي إلى مصيبة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، تشكيك في القضايا الثانية، أبدا ولا كلمة، لا تسمع لهم كلمة واحدة. وعندي نماذج الآن، أنا أستحضر نماذج أهم من هذه القضايا بكثير، أبدا لا يتكلمون فيها.
لا سنذكر لكم شيء أعظم من هذا، والآن استحضر المسألة بتفاصيلها، استحضرها. حكم شرعي إلزامي، يعني يفتون بحرمة شيء، يفتون بأن الشيء الفلاني مبطل للعبادة الفلانية بحديث واحد ضعيف السند. يا ليت هذا الحديث فقط ضعيف السند، حديث هذا الحديث عن فلان عن فلان عن فلان عن واحد من ألد أعداء أهل البيت عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، يفتون طبقا لهذا الحديث، نفس هؤلاء المستشكلين طبقا لهذا الحديث يفتون بحكم إلزامي بحرمة عجيبة في قضايا أهل البيت، حتى في القضايا التاريخية، في قضية عاشوراء، في مصائب سيد الشهداء. أو بحث سندي، لا الشخص الفلاني ما كان في عاشوراء، هذا الشيء ورد في سند ضعيف، القضية الفلانية ما حدثت في عاشوراء، المصيبة الفلانية ما وقعت على الصديقة الكبرى سلام الله عليها. أما هذه القضايا أبدا، ولذا أنتم هذه القضية التي الآن استحضرها وقضايا أخرى حتى ما سمعتموها أصلا من أحد أبدا، لا ينطقون ويعرفون طبعا. مشكلة مع أهل البيت، القضايا المرتبطة بأهل البيت فيها مشكلة. هذه كلها نماذج كانت ذكرتها، لا أشكك ولا أقبل التشكيك، التشكيك السندي غير مقبول. لا أنا أشكك، من قال هذا الشيء الفلاني حدث؟ نعم مر الشيء ما ورد في مصادرنا، لا علينا نحن بمصادر غيرنا، مر الشيء ورد في مصادرنا نقلا عن فلان، عن شخص من الأشخاص لا عن أهل البيت، أيضا لا نهتم به. فالشيء الفلاني منقول عن ابن عباس فليكن، ابن عباس غير معصوم، ليس مهما أصلا، لأننا لا نعير له أي أهمية. الشيء الفلاني منقول عن الشخص الفلاني، إنسان طيب أيضا، لا ينقله عن المعصوم، ليس مهما. أحيانا الشيء الرواية معارضة برواية شريفة أخرى أقوى منها، أيضا هذه الرواية نتركها. التاريخ معارض برواية شريفة نتركه، أو معارض بعقائدنا الأساسية التي ثبتت بالعشرات من الروايات الشريفة نتركه، ليكن ما يكون. النبي صلى الله عليه وآله في القضية الفلانية أخذ يد المرأة الفلانية، هذا شيء منافي لعقيدتنا، لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وآله يأخذ يد امرأة أجنبية، نرفضه فورا، ليكن مرويا ليس مهما، لأنه هذا ينافي أسس عقائدنا التي ثبتت بالمئات من الأدلة الشريفة. عصمة النبي ثبتت بكم دليل؟ بالمئات؟ لا بالآلاف. لا نترك هذه الأدلة كلها ونأخذ شيئا، لا هذا مرفوض. أما إذا لم يكن كذلك، قضية معينة لا يوجد معارض لها، لا توجد رواية شريفة تعارضها، ليست هذه القضية مخالفة لأسس عقيدتنا، قضية مروية عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يؤخذ بها. أختم كلامي بحديث شريف أو بحديثين شريفين مختصرين في هذا المجال. الحديث الشريف الأول في الكافي الشريف بسند صحيح، علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم، الذي يعرف الأسانيد يعرف الحديث، حديث صحيح وبالسند جليل جدا، عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال: من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له، يعني كان ذلك الثواب له، وإن لم يكن على ما بلغه، حتى لو كان هذا النقل خاطئا الله عز وجل يعطيه الثواب. حديث صحيح من الأحاديث في قاعدة التسامح في أدلة السنة. الحديث الثاني أيضا حديث صحيح، المحاسن للبرقي عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، أو لعله ينقل هذا الحديث عن أبيه، هناك كلمة إما هو
ينقل مباشرة عن علي بن الحكم أو هو عن أبيه، هو ثقة أبوه ثقة، ثقتان جليلان طبعا، علي بن الحكم ثقة جليل، هشام بن سالم ثقة جليل. عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله، تعلمون عندما يذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله لا فرق بين أن يكون الحديث مرويا عن النبي أو عن المعصومين، بقية المعصومين كلامهم حجة، كلام كل المعصومين حجة. هنا يذكر اسم الرسول الله صلى الله عليه وآله، من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب، أو بلغه عن الإمام الصادق شيء من الثواب، أو بلغه عن الإمام الجواد شيء من الثواب، لا فرق، فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله، حتى لو أن النبي ما قال هكذا شيء، ولكن هذا شيء مروي لي، ورد في رواية، الراوي أخطأ لعله، ولعله كذب أصلا، ولكن أنا نقل لي عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب، أنا أيضا عملت بهذا العمل رجاء ذلك الثواب، الله عز وجل يعطيني هذا الثواب حتى لو كان الرسول صلى الله عليه وآله لم يقله. حديث صحيح السند، وأحاديث في هذا المجال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير قلوبنا بأنوار كلمات أهل البيت. اللهم بحق محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج مهدي آل محمد. اللهم بحقهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادات الخلق محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أمير المؤمنين